لازم تبتدي حاجات يعني موفق جدا الحقيقه. رحبه لانيو في مؤتمر هذا انا شفت طبيعه المؤتمر كان في موضوع علم وحاجه وكان في رئيس في الافتتاح بعدين جاتني الابنيه هناك لجنة عربية مشكلة برئاسة مصر رئيسة القمة عضوية الأشقاء في الأردن والمغرب ونحن في فلسطين والأمين العام للجامعة العربية اتفقنا أن تكون هي اللجنة التي تجري فيها المشاورات والتنسيق لكل الخطوات المتوجب القيام بها سواء كان بتحديد العلاقات مع إسرائيل تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والذهاب إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو إنفاذ مواثيق جنيف والمحكمة الجنائية الدولية ونبذل كل جهد ممكن ونأمل يعني أن تنعقد هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن. معبر رفح يعني أنا أدرك تماما هناك لجنة فلسطينية مصرية تعمل وآمل أن يصار إلى التوصل إلى فتح هذا المعبر لتخفيف العبء عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. شكرا جزيلا.